شهر رمضان شهر الرضوان، وشهر تفتح فيه الجنان وتغلق فيه النيران. فهلموا عباد الله ففروا من النيران، واطلبوا الجنان واطلبوا العفو والمغفرة والرضوان. تحركوا حبا وشوقا وطمعا وخوفا وحياء، فإن لم يكن ذلك فماذا بقي فينا من الخير؟ ومن أجمل ما قيل في ذلك: فيا عجبا ندري بنار وجنة، وليس لذين اشتاقوا أو تلك نحذروا. إذا لم يكن خوف وشوق ولا حياء، فماذا بقي فينا من الخير يذكر؟ ولسنا لحر صابرين ولا بلا، فكيف على النيران يا قوم نصبر؟ وفوت جنان الخلد أعظم حسرة، على تلك فليتحسر المتحسر.